يا هلا والله فيكم في أخبار الأسبوع من زين، ونبدأ فيها بالأخبار المحلية. أرامكو تستخدم الرياح لتوفير الطاقة الكهربائية. استلمت أرامكو مؤخرا مجموعة توربينات للرياح طورتها شركة جنرال إلكتريك. ستوفر التوربينات الطاقة الكهربائية على مدى أكثر من 20 عاما لمركز بترولي في طريف. من الأخبار المحلية إلى الأخبار العالمية، إعادة فتح برج إيفل أمام الجمهور. أعيد فتح برج إيفل للجمهور الأحد الماضي بعد إغلاقه لمدة 5 أيام متتالية بسبب إضراب العمال. أتى البيان عبر الحساب الرسمي للبرج بتويتر. فنزويلا تغلق حدودها مع كولومبيا لمدة 72 ساعة. الحدود المشتركة بين فنزويلا وكولومبيا أغلقت مساء الاثنين الماضي ولمدة 72 ساعة بأمر من الرئيس الفنزويلي نيوكلاس مادورو. والآن ننتقل لأخبار الرياضة. تماسك السيدة العجوز. تمكن يوفنتوس الإيطالي من الاحتفاظ بمدافعه الدولي ليوناردو بونوتشي حتى عام 2021. إبراهيموفيتش يرفض عرضا خياليا. فضل زلاتان إبراهيموفيتش البقاء في مانشستر يونايتد لمدة عام إضافي، في حين أنه رفض عرضا خياليا من الدوري الصيني بقيمة 120 مليون جنيه استرليني. الآن مع العلوم والتكنولوجيا، تقنية جديدة لتشغيل الأجهزة المحمولة بطاقة اللمس. ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة مادة مرنة رقيقة يمكنها أن تولد الطاقة الكهربائية بمجرد لمسها. ونختم أخبارنا بالمنوعات. روج ون يتصدر مبيعات السينما. حصد فيلم روج ون وهو أحد الأجزاء الفرعية لسلسلة حرب النجوم 290 مليون دولار في الأسبوع الأول عالميا. وكذا انتهينا من أخبارنا في هذا الأسبوع، لقيكم في الأسبوع القادم. وإذا عجبتكم نشرتنا لا تنسون تسوون شير لايك سبسكرايب. مع السلامة.